قيادة المستشار رمزي رميح وزير الأوقاف السابق بحكومة برقة الليبية والمستشار القانوني للجيش الوطني الليبي. مساء الخير يا سيادة المستشار. سيادة المستشار دكتورة نائلة عمارة، وأهلا بالمشاهدين الكرام المستمعين يا فندم والمستمعين أيضا. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا يعني الملف الليبي شغلنا والمشهد الليبي شغلنا، لو حضرتك بشكل سريع تقول لنا الواقع الحالي على خريطة الواقع في الداخل الليبي إيه؟ باختصار شديد جدا، المؤامرة الماسونية الصهيونية العالمية التي حلت بنا بما يعرف بالربيع العذري، الربيع الماسوني، للأسف الشديد بدأت تأتي نتائجها وثمارها في بعض الدول ومنها سوريا واليمن وليبيا، ولم تنجى من هذه المؤامرة بفضل الله سبحانه وتعالى إلا مصر الكنانة، وهذا ليس كلامي أنا رمز الرميح وإنما باعتراف رئيس هيئة الأرقام العسكرية المشتركة الأمريكي في أحد تصريحاته عندما قال أن الرئيس الفريق أول السيسي عندما كان وزيرا للدفاع أحبط مؤامرة أمريكية لجعل مصر مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن. وبالتالي نحن في ليبيا للأسف الشديد تحدثنا كثيرا عن خطورة الأمر، المؤامرة كبيرة، هناك شراء للزمن في ليبيا، استطاعوا تجنيد أطراف ليبية كانت موجودة في الخارج المعارضة. باختصار شديد دكتورة نائلة لك وللمستمع الكريم لكي أبسط العملية، سيناريو العراق يتكرر أو بالأحرى سوف يتكرر في ليبيا بل أسوأ. لماذا؟ بعدما أثبت الليبيين وعبر القوات المسلحة الليبية وبعض الشرفاء أن ليبيا غير قابلة للبيع أو المساومة، تحرك المرهقون والمرتعكة أيديهم والخونة والعملاء في عمل يعني اجتماعات سرية مع بعض الأطراف الدولية لكي يزعزعوا الاستقرار في ليبيا. ازاي يا سيادة المستشار زعزعت الاستقرار؟ انتوا عندكم برلمان منتخب ديمقراطيا ومجلس نيابي منتخب ديمقراطيا، ليه يعني وضع هذه البدائل في هذا التوقيت وطرح فكرة حكومة ائتلافية جديدة وده هيوديكم لفين؟ اقول لك يا دكتورة نايلة، لان الغرب الماسوني الصهيوني يؤمن بالديمقراطية عنده فقط، اما نحن عندنا لا يؤمنون لنا بالديمقراطية. عندما تأتي الديمقراطية بناس شرفاء ورجال شرفاء لا يلبون طموحات الغرب ولا يلبون ولا يركعون للماسونية ولا ينحنون إلا لله ثم لهذا الوطن، وبالتالي هم يرفضون هذا الأمر. عندما أتى مجلس النواب وعرف الغرب أن هذا المجلس وطني أو بالأحرى أغلبيته رجال وطنيون وحرائر وطنيات، وتأكدوا أن مؤامرة فبراير وقفت عند مجلس النواب في تشكيل قوات مسلحة برئاسة الفريق أول حفتر وبغيرها من القرارات الشجاعة، وبأن فجر ليبيا جماعة إرهابية وداعش جماعة إرهابية، هذا الكلام لم يعجبهم. حرقوا الماء الآسن المجلس الشجر في المؤتمر الوطني وقالوا لهم أنتم الشرعيون لأن هذا المجلس لم ينعقد انعقاد صحيح وغير ذلك من المبررات. وبالتالي هناك مؤامرة كبيرة جدا يا دكتورة نائلة على ليبيا، هذه المؤامرة سوف تعلن يوم 20/9/2015، هناك اجتماع يوم الأربعاء في السفيرات للتوقيع على الاتفاق النهائي، ويوم 29 سوف يتم الإعلان النهائي بمباركة مجلس الأمن باجتماع طارئ والاتحاد الأوروبي. وأذكرك أختي دكتورة نائلة أن الأمم المتحدة لم تختار هذا اليوم صدفة أو مجازا، يوم 29/9/2009 هو اليوم الذي مزق فيه معمر القذافي ميثاق الأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هم يقولون ويريدون أن يقولوا اليوم الذي مزق فيه القذافي ميثاق الأمم المتحدة نحن نعلن لكم حكومة وصاية،
ليبيا سوف تكون تحت الوصاية الدولية. طيب ما خطورة انه تبقى هذه الحكومة حكومة يعني بأوامر من من تآمر، يعني ممكن نقول كده، على الداخل الليبي، سواء من خلال عملية الأوديسا وقصف قوات التحالف للشعب الليبي. لكن طب انتوا هتتحركوا ازاي لما يبقى في حكومة تدين بالولاء للغرب او تدين للولاء لبعض القوى الاقليميه الموجوده؟ هتدمج فيها داعش ويدمج فيها الاخوان ويدمج فيها المعارضه اللي هتدخل عليها المرتزقه الخارجيين، كل دول هيبقوا جزء من الحكومه الليبيه؟ اقول لك امرا وبكل صراحه، وانا كنت في استضافه شريفه وكريمه في المركز المصري للبحوث والدراسات الامنيه منذ يومين، وحذرت وقلت انه اذا تم اعلان هذه الحكومه فإن هذه الحكومة ستكون خطرا على ليبيا، وأول دولة سوف تتضرر من هذه الحكومة هي مصر الجنانة. إزاي يا سيادة المستشار؟ إزاي؟ لأن مصر هي عمق استراتيجي لليبيا، والعكس صحيح. مصر تربطها مع ليبيا 1150 كيلومتر. مصر هي الجيش العربي الوحيد الباقي في المنطقة، وبالتالي لن يهنأوا أمريكا وبريطانيا والماسونية إلا بعد أن يزعزعوا الاستقرار في مصر، ولن يهنأوا بهذا الأمر ولن يحدث، ولكن سوف يعملون على يعني زعزعة الاستقرار في مصر بشتى الوسائل. عندما تكون هناك دولة مجاورة لمصر ويحكمها عملاء، فماذا تتوقعي دكتورة نائلة؟ تتوقعي كل شر. طب حضرتك يعني موضوع طريق أجدابية تبرق، ايه المشهد فيه ايه، وايه اللي بيحصل على الارض في هذا الطريق، وايه اللي المهددات اللي موجوده منه؟ المعلومات الوارده الينا منذ اكثر من اسبوعين دكتوره نائله ان الدواعش والمتآمرين والذين باعوا زمامهم يريدون ان يؤمنوا طريق تبرق الزابيه، وهي 400 كيلومتر تقريبا، ويجعلونها ممهده للدواعش، ومن ثم ينطلقون إلى الحدود الليبية المصرية عبر سيوة، ليس عبر مساعد، عبر سيوة، لأن سيوة لديها هناك مداخل ومخارج للمهربين وما إلى ذلك، وبالتالي يريدون استغلال 1150 كيلومتر واستغلال ضعف الحكومة الليبية. الجيش المصري العريق الذي عمره أكثر من 7000 سنة ولديه إمكانيات هائلة لا يستطيع لوحده أن يؤمن 1150 كيلومتر، صعب جدا. ولا أي جيش في العالم، ولا أي جيش ولا في العالم. أمريكا إلى الآن بجيشها الجرار لا تستطيع أو لم تستطيع إلى الآن تأمين الحدود المكسيكية الأمريكية، وبالتالي يا دكتورة نائلة وعبر أثير هذا البرنامج أحذر أن الكارثة في ليبيا كبيرة جدا. سيناريو العراق سوف يتكرر في ليبيا، ثروة العراق 700 مليار أهدرت، ثروة ليبيا وأقولها على الأثير 3.8 تريليون دولار أمريكي ما بين ذهب وفضة وألماس وعملة نقدية حية، منها أكثر من 500 مليار موجودة في جنوب أفريقيا. ليبيا يا دكتورة نائلة وضع الغرب عينه عليها لعدة أمور: ثروتها السيادية، موقعها الاستراتيجي، الغاز، الماء، النفط، وأيضا أنها في حدود مصر. الشعب الليبي يعني احنا دايما بنقول طبعا الجيش المصري وقوات المسلحة المصرية والشعب المصري، يعني كلنا اكيد بالتأكيد في دور لحماية ليبيا وحماية الشعب الليبي، لكن اين الشعب الليبي يا سيادة المستشار؟ يعني هو في النهاية المقاومة الشعبية الليبية، فين الشعب الليبي؟ لماذا لا يقاوم؟ الوضع شكله ايه على الارض؟ يعني فكرة انه يعني إن ترك الارض وتعامل كلاجئين في دول مختلفة، هل ده هو هيكون الحل ثم بعد كده نطلب مساعدة الاخرين، ولا لازم يكون في كمان قوة موجودة على الارض في الداخل؟ سؤال مهم وسؤال حيادي من انسانة اكاديمية ومذيعة يعني مهنية. كتر خير حضرتك يا فندم. اقول لك اين الشعب الليبي؟ الشعب الليبي يا دكتورة نائلة تعداده أكثر من 5 مليون. هؤلاء 5 مليون حاولوا قدر الإمكان
أن يدافعوا عن طرف ليبيا 8 شهور عندما ضرب الناتو ليبيا. الناتو وما أدراك ما حلف الناتو، 27 دولة يضربون ليل نهار الجيش الليبي ومنصات الدفاع الجوي والبنية التحتية العسكرية الليبية. هذا الشعب البسيط استطاع أن يقاوم الناتو 8 شهور يا دكتورة نائلة. أيوة. وباعتراف الناتو قال بالحرف الواحد لقد وجدنا مقاومة شرسة ورجال متدربين جدا. لماذا؟ لأن الضابط الليبي والجندي الليبي أغلب تدريبه في مصر الكنانة وفي روسيا، تمام؟ أيوة. ولكن المؤامرة كانت كبيرة، والناتو والسلاح الجوي الذي أسقط الجيش العراقي خامس جيش على مستوى العالم، والذي أسقط صدام وأسقط العراق ذات 35 مليون، استطاع للأسف الشديد أن يسقط ليبيا بعد 8 شهور. عندما تم إسقاط ليبيا وتدمير البنية التحتية العسكرية الليبية وتدمير جميع منصات إطلاق الصواريخ والدبابات، استطاع الناتو أن يضعف العقيدة العسكرية في ليبيا، وتم قتل الكثير من الجنود الليبيين وتصفية البعض الآخر، فلم يبقى هناك شيء اسمه مؤسسة عسكرية ليبية. هناك أمال الجيش الوطني الليبي يا سيادة المستشار بقيادة اللواء خطر، يعني مش بيشكلوا نواة لجيش وطني ليبي؟ صحيح ممنوع عنه السلاح والعالم كله جدي للقوات او القوات الارهابيه الداعشيه او الاخوانيه بمولون بالسلاح ويمنع عن الجيش الليبي، لكن مش ده نواة برضو للمقاومه موجوده؟ بالضبط. انا على التواصل مباشر مع سياده الفريق اول اركان حرب خليفه حفتر، وكنت معه مستشارا قانونيا، وكنت في مقابله في لقائه قبل شهور. الرجل استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى بعد 3 سنوات من دمار ليبيا أن يلملم جراح وتضميد القوات المسلحة الليبية، استطاع أن يلملم بعض الضباط وبعض الجنود. ولكن المؤامرة أكبر من خليفة حفتر وأكبر من الليبيين. خليفة حفتر لوحده لا يستطيع، خليفة حفتر لديه الرجال ولكن ليس لديه السلاح الكافي لمقاومة داعش. قالها بالحرف الواحد أن تركيا وقطر والسودان إلى الآن لا زالت تدعم في الدواعش. منذ يومين سمعنا بباخرة تركيا محملة بالسلاح تم حجزها في اليونان. وبالتالي أختي الكريمة دكتورة نائلة، الجيش الليبي الذي بدأت نواته لا تتكون متآمرين عليه. وأخطر مؤامرة أن الحكومة القادمة سوف تعمل على إقالة الفريق أول حفتر والإتيان بقادة عسكريين مؤجلين أنا أو غيري من يطلب منها. مصر تعرف واجبها جيدا وتعرف مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والدينية وحق الجوار. مصر مجرد نذكرها تذكير ليس أكثر. نرجو منها بعد الله سبحانه وتعالى أن تعي نقطة مهمة جدا، وهي أن الأمر في ليبيا كارثي. الأمر في ليبيا ليس كما سمعوه من بعض الدبلوماسيين. الأمر في ليبيا سوف تتحول ليبيا إلى بؤرة إرهابية حقيقية تهدد نفسها وتهدد دول الجوار، وأول دول الجوار مصر. الجزائر البارحة اجتمعت مع تشاد والنيجر لتدرس الأوضاع ما بعد سقوط مجلس النواب. يجب على مصر أن تعي جيدا أن سقوط ليبيا كمستنقع إرهاب كالعراق لن يتضرر أحد كما سوف تتضرر مصر. نرجو من مصر الآن أن توقف هذه المهزلة بجولات مكوكية، وأن تقف بكل صرامة أمام الدول الكبرى في وقف هذا البيع لليبيا. مصر معها بعد الله روسيا والصين ودول البريكس، تستطيع ليبيا، تستطيع مصر بقيادة السيسي مع بوتين مع رئيس الصين مع رئيس جنوب أفريقيا مع رئيس البرازيل أن يغير المعادلة. يجب على مصر أن تتحرك وبشكل عاجل إيقاف هذه المأزلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، على مصر أن تدرك جيدا أنه إذا تم إسقاط الفريق أول حفتر فلن تقم لليبيا قوات مسلحة قوية، لأن هذا الرجل أثبت كفاءته في لملمة جراح الجيش الليبي.
سيادة المستشار، حديث يعني حضرتك واضح جدا في الصدق واللهفة والخوف باعتبارك ليبي وبلدك وناسك وشعبك وأرضك. محنة طبعا ربنا يا رب ما يكتبها على عدو ولا حبيب، أنا بتكلم بطريقة المصري معلش وبطريقة شعبوية، لكن كلنا يعني كأن المشاهد كلها قدام عينينا ما حدث في الداخل الليبي. نتمنى كل السلامة لليبيا وللشعب الليبي، ونتعشم ان كل المخاوف اللي حضرتك حطيتها قدامنا على الترابيزة انها يعني تنقشع، وان يكون ان شاء الله في الملف ده على المستوى العسكري والسياسي هناك حلول قادمة. سيادة المستشار رمزي رميح وزير الأوقاف السابق بحكومة برقة الليبية والمستشار القانوني للجيش الوطني الليبي، بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معانا في الراديو 90 90.